يا حبيبي يا عمري يا روحي، أنا يا نور عيوني، شو صار لك حبيبي؟ ليش عم تعمل هيك؟ انت اشتقت لماما ابني حبيبي. طالما اتفقنا أنا وإنتي ما رح يصير له شي لابنك، من وقت ما إجا لعنا ما أكل شي، رضعي هون وروحي. ابني حبيبي انت جوعان؟ عمري بوعدك انه ما عاد نفترق عن بعضنا ابدا، انا بوعدك يا روحي. الو عزيز، اللي فاتت على البيت بالسر وبدها تاخذ الاولاد وتروح، شو بدي اعمل بهالمصيبه؟ الله يخليك تعال بسرعه لهون. وهلا زبطت. خلصتي؟ يلا لك. اسمعيني، اقتنعتي باتفاقنا مو هيك؟ إذا ما فيكي تعمليها لا تاخدي الولد وتروحي على الفاضي، لأنه تهمتك رح تكون أكبر. الله بيعرف إني أنا طاهرة وشريفة، بس رح ساوي هيك كرمال ابني. تطلع مرة محجبة من البيت وحاملة مع ابنها، لا تسمحوا لتروح هي أوامر ضابط عزيز، عم تفهم؟ عزيز انت شو عم تساوي؟ على مهلك رح تقتلنا. مفكرة حالها شاطرة لحتى تخطف ابني وتاخده لعند حبيبة عديم الشرف، بس أنا ما بخلي ابني يعيش بهيك مزبلة، أنا بورجيها. وقفي عندك، ممنوع تطلعي. انتو شو بدكم مني كمان؟ شي ممنوع فوت وشي ممنوع اطلع؟ بكفي بقى، هذا بيكون ابني باخده وبطلع انت ما بدي. لو سمحتي بلا مشاكل، امرونا ما نخليكي تطلعي. بكفي، انا بدي اطلع من هون بعد عن طريقي. عزيز إليف وقفي، دعينا هون. إليف دعينا هون، اتركني إليف، اتركني. اعطيني ابني. مستحيل، قلت لك اعطيني ابني. عزيز مشان الله اترك ابني. عزيز اهدوا شوي، عدوا وحاولوا تتفاهموا. اترك ابني، ما ضل شي نحكيه، خدي ابراهيم وفوتي. اشفقوا علي الله يخليكم، ولا تحرموني من ابني. انسي ابراهيم، افهمي هذا ابني سي نهائيا. انت ضحكت علي، كذبت علي وقلت لي انك رح تعطيني ابني. مين هاد اللي كان واقف معك بالصور؟ انت شو عم تقول صور شو كمان؟ يلا اعطيني ابني. شفتهم بعيوني، ما رح تاخدي ابني بحياته، ما رح يقول لك ماما، فهمتي؟ ما رح خليه بحياته ينادي لك ماما. وهلأ يلا روحي نلعي. إبراهيم ماله ابنك؟ اتركنا بحالنا بقى.
الله عاد تلاحقني انا وابني، اعطيني ابني. كذابه! إليف حبيبتي شو صار معك؟ ليش ما عم تحكي؟ ليش لونك مخطوف هيك؟ اجا ايمن لهون وقال في واحد مستأجر هداك الزلمة. إليف احكي شو صار؟ نحن اخوات مو بس رفقات، قليل قديش تحملنا مع بعض. احكي لنا شو صار لنروح نحاسبهم. ما فيني حاسب حدا على شيء ابدا، انتهى كل شيء، كل شيء انتهى. هلا لعبت معهم اكبر لعبة بحياتي، وانا عملت اكبر ذنب. عم بخجل اطلع بوشكم. سامحوني رجاء. إبراهيم أنت ابني، أنت ابني مو هيك؟ يا ربي رح ينفجر رأسي، أنا رح جن، رح جن. إن شاء الله يكون كلامها غلط. يا رب تكون عم تكذب إبراهيم. أنت ابني. عزيز تعا معي بدنا نحكي. ما في شي نحكي فيه بنوب. لك لوين رايح انت؟ حامل بحضنك ولد، مالك عرفان اصله وفصله؟ ما بسمح لك تتصرف بهي الطريقة. تعا بدنا نحكي مع بعض. بابا لا تحكي معي هيك. بحكي معك مثل ما بدي. يا نزار لو سمحت خلص اهدى شوي. جلنار لا تقلي لي اهدى ارجوكي. انا جنيت ورح جننكن معي، والكل لازم يجنوا هلأ. شو الموضوع؟ عزيز شوفي مستحيل تكون إليف عملتها. النار شعلة جواتي، لازم أعمل تحليل دي إن إيه. ما رح أرتاح غير بهالطريقة. بعده عزيز. تحليل دي إن إيه؟ طيب أنا عندي شغل عن إذنكم. يلعن. حبيبي ها؟ الصيف ولا الربيع؟ الاثنين ما بيفرقوا. انا بحب الشتوية كتير، وخاصة شهر الشباط. انا بحب الصيف. حبيبي قدرات، شو رأيك بهذا الفستان؟ بيلبق لعرس بالصيف مو هيك؟ انا مالي رايق لهالحكي. الأحسن تكون رايق ومبسوط، لأنه بهاي الصيفية رح نتزوج. وبعدين إذا بتحب منتطلق بشباط. أنت شو قاعدة عم تخبصي هلأ؟ عم قلك إنه بدنا نتزوج. أنت رح تروح بعد كم يوم وتجيب لي خاتم الخطبة وتتقدم لي لوافق اتزوجك، وبعدين منعمل أحلى عرس سوا. عن جد؟ وأنا شو يلي بخليني أعمل كل هالشغلات؟ لأنه أنا بدي هيك حبيبي. وبالحقيقة امبارح بالليل سمعت شغلة وما بسكت عليها غير إذا صرت زوجتك. بتعرف أقوال الزوجة بالمحكمة مو معترف فيها. الجمعية والرجعيين وحسابات البنوك السرية، كل هالأمور الصغيرة بتخص الدولة مو هيك؟ من وين طلع بشغلة التحليل؟ رح جن. لك وين التاكسي؟ ليش لهلا ما كانت تجي لعندي؟ انت ضحكتي علي. لك بسببك خسرت سمعتي وكرامتي وابني. وين ابني؟ يلا اعطيني اياه. بعدي عني وليه؟ عزيز ما صدق الكلام يلي قلتيه. مصر يعمل تحليل دي ان ايه؟ اذا اثبت انه ابنه
بحياتك ما عاد تشوفي ابنك، لهيك بدك تكملي هاللعبة معي. ما عندك حل تاني؟ هلأ جاي التاكسي ومنروح سوا على المشفى، عم تفهمي؟ طيب هاي أخذنا عينة الدم، إن شاء الله يكون خير. إن شاء الله خير. لا ما عاد اتحمل خلاص، اصلا رح يعرف الحقيقه. مو مزبوط اللي عم بعمله. ما فيني كمل بهاللعبه. ما فيك تروحي، اذا رحتي كل شيء رح ينتهي، وانا ما عاد ساعدك تاني مره. بقتلك ابنك وبدفنه تحت تراب، حتى ما بخبرك وين مكانه. ما بتعمليها؟ انا برايي لا تجربيني، لأنه أنت رح تكوني خسرانة. لك أنت شو لسه بدك مني؟ هي كل شي انتهى. لا لسه ما انتهى. اسمعي، أنا رح راقب الباب وأنت بتفوتي لجوا بتغيري العينات. كيف؟ لازم تثبتي إنه الولد ماله ابن عزيز، وإذا عملتي غير هيك وقتها رح ياخده منك. امشي، ما معنا وقت كتير. يلا لك خلصيني، امشي. يا رب. انا بعرف اني ما لازم رد على كلام هالمخلوق ابنهم، بس ما ضل عندي حل تاني لحتى رجع ابني دخيلك. تسامحني. ولك يلا يلا. شو صار معك؟ لسه ما خلصتي؟ لك ليش تأخرت كل هالقد؟ غبية. شو بدي أعمل؟ خير؟ شو صار لك؟ ليش عم تصرخي هيك؟ تساعديني لأقعد؟ ايه تعالي. بالحقيقة أنا حامل وصايرة كتير عم انمغص. لو سمحتي ممكن تجيبي لي كاسة مي بسرعة؟ طيب انتي ارتاحي هون لجيب لك اياها. أوي. لا. شو صار؟ غيرتيان؟ لا ما قدرت. لك كيف يعني ما قدرتي؟ لك على شوي كانت الممرضة كمشتنا. الله يقصف عمرك وياخدك، غبية وفاشلة. أنا رح ساويها. نبري. وقفي سهام، بترجاكي لا تعمليها. خلص وقفي شوي، ما فيني ساوي هيك ذنب أبداً. بعدي إيدك عني، فكري بابنك. ليش ما عم تفهمي؟ هالحمل تقيل علي. بس رح أغير أسماء العينات وخلص. لا هي هي. وقفي، اصحك تعمليها. أنا عمل لك اتركي. ولك خلاص، أنا عمل لك اتركي من إيدك. خلاص. أنتوا شو عم تعملوا هون؟
بتحبوا تضيفوا شي على أقوالكم؟ شو رأيك حضرة المدعي العام؟ وأنت شو رأيك؟ وأنا معك كمان. القرار. بعد سماع أقوال الطرفين ونتيجة تحليل الدي إن إيه لإثبات الأبوة السيد عزيز آيدن والطفل إبراهيم، فقد تبين أن السيد عزيز آيدن ليس والد الطفل إبراهيم حسب أقوال المدعي، وعلى هذا الأساس قضية الوصاية التي رفعها عزيز آيدن رفضت حتى إثبات العكس. يا عيب الشوم عليك إليف، أنت كيف بتعملي هيك؟ إليف، هدول شو عم يقولوا؟ ما بدي ولا صوت بالمحكمة. قررت المحكمة بقاء الطفل إبراهيم مع والدته إليف كورال. رفعت الجلسة. حقيرة، قليلة شرف، كيف بتعملي هيك فيني؟ تركني. خلاص ابني. طيب عملوا شي زلمة رح يجن. عزيز طول بالك. خلص ابني، هدي اعصابك شوي. بابا تركني، روح. تركني ولك خلص، لا تبهدلنا اكثر من هيك، بكفي صار اسمنا تحت الارض بسببك. قديش طلعتي وحده واطيه ولك ضحكتي على ابني وبهدلتي. انقلعي وما عاد تورجينا وشك نهائيا. خلص ابني. الله يلعنك، كيف بتعملي هيك شيء؟ كيف؟ خلص ابني اهدى، يلا خلينا نروح من هون. من بعد اليوم لا تتصلي فيني من شان شيء. حلال عليكي، أخيراً قدرتي تاخدي ابنك، برافو. إليف، كرمال الله قولي كذبة وما عملتي هيك. بترجاكم ما تسألوني عن شي، بس بدي روح على البيت. نيفين اتركيها، لا تسألي عن شي، أنا فهمت لعبتها وكذبتها الكبيرة كتير. روحي إليف وما تستنينا كمان، مالنا جايين على المستودع. يلا. صار لك شيء؟ لو سمحت خدني وخلصني من هون. أخذت اللي بحبه. عزيز شو عم تساوي؟
القرار. بعد سماع أقوال الطرفين ونتيجة تحليل الدي إن إيه لإثبات الأبوة السيد عزيز أيدن والطفل إبراهيم، فقد تبين أن السيد عزيز أيدن ليس والد الطفل إبراهيم حسب أقوال المدعي. ابني حبيبي، أنا مستعدة أتخلى عن الدنيا كلها كرمالك حبيبي. ما عاد نفترق عن بعض. رجع لي ابني يا أمي. بس كل اللي بحبه أن تركوني، وهلأ ضلنا لحالنا مالنا حدا. سهيلة، سهيلة، نيفين. نحن أجينا من الخدمات الاجتماعية. هداك اليوم اجوا زملائنا واخذوا تقرير عن وضعك، مع الاسف النتيجه سلبيه. انا ما فهمت شو؟ جينا ناخذ هالطفل لانه المكان ما هو مناسب. يا رب سامح. وقفوا، اتركوا لو سمحتي يا خانم، نحن عم نعمل واجبنا وهالشي بنهاية لمصلحة ابني. هذا المكان مانو مناسب لحياة ابنك. وقفوا شوي، اعطوني ابني. الله يخليك ولا تاخذوه. بترجاك ولا تاخذوا ابني، خليت عن كل حياتي كرماله. لا تاخذوا ابني مني، لا تاخذوا ابني من حضني. افتح الباب ابني. وقفوا، انا ما بسمح لكم تاخذوا ابني. انا بموت بلا ابني. انا بموت من دون ابني. ابني رجعوا. أنا ما فيني أعيش بلا ابني يا روحي. ابني ابني، أنا بموت بلا ابني. إليف، أنت كيف صدقت هالشي؟ كانت كذبة؟ إيه طبعاً كذبة. يعني صدقتها؟ بعد عن هالبنت لشوف. إليف خانتك يا ابني.
وأنا رح يجيني ولد كمان. رح تدفع الثمن غالي كتير. عزيز لا ترد عليهم. هالبنت عم تكذب عليك. هالولد ابني. هاي الحقيرة خانتك. هذا الولد ما رح يولد. لا توثق بهالخاينة. هالبنت عم تكذب عليك. هالولد ابني. هذا الولد ما رح يولد. لا توثق بهالخاينة. الحقيرة خانتك. بكفي. عزيز عزيز انت منيح يا عمري؟ خلص ابني لا تقلق، الحمد لله مرقت على خير. جيب الشي ومسحي له. ماشي. خلص ابني خلص. الله تلطف فيك يا ابني. مستاهلة تعمل هيك كرمال بنت، مستاهلة. امي بكفي بقى. انت يلي بكفي يا عزيز، زودت كثير. طول الليل كوابيس وصراخ وعياط. وضعك مانو منيح. الأحسن إني روح جيب لك دكتور نفسي من شانك، ما بيصير تضل بهالحالة. يا ريتني متت، أنا أصلاً مليت وقرفت من هالحياة، يا ريت لو إني متت. أنت شو عم تقول؟ عزيز شو عم تساوي؟ لوين رايح هيك؟ نزار قلي شو بدنا نساوي؟ أنا خايفة على الولد يعمل شي بحاله. خلص لا تشغلي بالك، اهدي وروقي شوي. أنا بعرف الشخص يلي ممكن يوقف هالصبي. رح يوقفوا عند حده. انت اهدي. وقفوا هون. اسمعي، انت وياه على اساس اجيتوا من المديرية العامة لحماية الطفولة رح تاخدوا الولد وتنقلوا لجمعية تانية، وهي كل الأوراق المطلوبة. اسحكم تغلطوا او تخربطوا بشيها تاخدوا الولد وبتطلعوا بسرعة، لانه إليف عم تيجي تشوف ابنها الصبح كل يوم، ولازم نخلص بسرعة قبل ما تجي. ليش عم تدخليني بهالأمور يا الله؟ أوف. لكن ليش نحن اسمنا أصدقاء؟ مو بيقولوا الصديق وقت الضيق؟ وأنا رح تعطيني المصاري؟ إيه يا لطيف، قديشكم بتحبوا النق. خلصوني. يلا 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 دقوا على الباب لشوف. يلا مروا. جايين من المديرية العامة. تفضلوا. ألو، لساتنا على اتفاق أنا رح تاخذوا الولد اليوم، يعني أمورنا صارت بالسليم، وهلأ فيك تروح وين ما بدك، أنا ما دخلني. إبراهيم حبيبي رح يروح وما عاد يرجع. روح بلا رجعة. بس ما حدا بعت لنا ورقة رسمية بخصوص نقل الطفل. تعرف إجراءات الدولة الرسمية بتاخد وقت. قصدك تقول إنه البريد لسه ما وصل لعندك؟ ولك الله يلعن وشك، اجت وش النحل. ما كانوا يعرفوا يخلصوا هالشغلة قبل ما توصل؟ اف اف يا ربي، صار لي كم يوم ما عم بقدر شوف ابني. لو اني بقدر شوفه اليوم يا ربي. إن شاء الله يضل الباب مسكر وما يفوتوها مشان ما نبتلى فيها. قبل ما يكون بين إيدي طلب رسمي أنا مستحيل أقدر أعمل هالشي. كيف يعني مستحيل؟ يلي بيسمعك عم تقول هيك بيفكر أنه نحن عصابة وجايين لحتى نخطف الولد. ما حبيتها منك، أنا رح أزعل. تعالي. الغبية مدبرة عالم يفوتوها لجوا؟ ولك الله يقصف عمرك، هلأ بتنتزع خطتنا. لازم خبر رشا. ولك ردي ردي.
بس لو إنه في حدا ذكي عم يشتغل معي لكنت هديت الدنيا. لك رشا وينك أنت؟ يلا ردي. لا تواخذوني يا جماعة، أنا مضطر خبرهم لأنه هيك الأوامر وهي حياة أطفال. نحن منحط الأطفال بهاي الغرفة. أنا لازم أتصل بالمديرية العامة منشان نقل الطفل، لا تواخذوني دقيقتين بس. الله يلعنه، شو بدنا نعمل هلا؟ شو؟ إلي؟ يلا طلعين فورا. شو؟ امشي. مسكين بيقطع القلب لو شفتي كيف صار يبكي على غيابه. غريب، في حدا بيبعد أم عن ابنها؟ يا ربي تخيلك. ليكي أختي، ابنك هون، لو سمحتي طعميه وطلعي فورا، إذا لقطونا بتقلع من شغلي. إبراهيم يا روحي، أنا يا عيوني. أنت شو جابك لهون؟ ما قلنا لك ممنوع تشوفي ابنك بدون إذن؟ تركي الولد، يلا اطلعي لبرا. أي إذن هذا اللي عم تقول عنه؟ هذا الولد ابني، يعني أنا بكون أمه. يلا خدوها، ممنوع تقرب من الولد، مو ناقصنا وجع راس. أنت ما عندك رحمة؟ في قانون عنا هون بالبلد ما بيخلي حدا ياكل لي حقي، ما رح أسمح لكم تاخدوا لي ابني. حاجة بقى، بلا قانون بلا بطيخ. هالولد مانو ابنك، هذا الولد صار ابن الدولة من غير شي، وضعه مخربط. مين أبوه؟ وينه؟ ليش ما بيجي؟ كنت بساعدك بس انت ما قلتي لي مين هو ابوه، وبهالحاله ما بتقدري تشوفي ابنك ابدا. طالعوا ولا برا. أنا ارتكبت أكبر ذنب، كذبت كذبة كبيرة، والتمن حرموني يشوفوا. بس شو بقدر أعمل لحالي؟ دخيلك يا ربي ساعدني مش أنا ابني حبيبي. أنتي دمرتيني يا سهام، ما رح أسامحك أبداً. لسه ما صفيت حسابي معك. قالوا نعم سيدي. عزيز، اترك كل شيء من ايدك وتعال لعندي. بس انا بفترة نقاهة. خلصنا، ما في لا اذن ولا نقاهة ولا اي شيء، تجي على شغلك فورا يا حضرة الضابط. اكيد ما بتحب ترفض الاوامر ولا تتعاقب، ما هيك؟ حاضر سيدي، أنت بتأمر. بتشكرك كتير سيدي، بتصرفك هاد بتكون قدرت تنقذ حياة ابني. بالظاهر إنه اليوم حظك، بس رح نتواجه، استناني.
عن جد شغلة هالحمل تعريه صعبة كتير، على طول عم شم ريحة بأنفي. بتعرفي هو بنفس الوقت هالشعور حلو كتير. سهام، انتي قلتي لي رح اخد ابني، انا صدقتك وبسببك وقعت بهالمصيبة. انتي شو عم تحكي؟ ولك سكتي رح تبهدلينا بالجامعة. ما بتحمل بنوب، بدي ترجعي لي ابني بسرعة. وانا شو دخلني بموضوع ابنك؟ بسبب اللي سويتي اخذوا لي ابني من حضني. رح افضحك قدام الكل واحكي لهم عن وساخة عمايلك. تعالي معي لشوف، الكل رح يسمعوكي. ايه ويسمعوني، تخليت عن شرفي لاني صدقت وحدة حية مثلك وخسرت ابني بسببك. إليف شو عم تساوي؟ هي سهام اكيد عملت لنا شيء. نيفي نحن ما دخلنا فيها، ابني انحرم من حنية الاب. عندك عقل، كنتي ما تسمعي مني. طيب اصبح انا رح احكي له لعزيز، ما رح اخبي شي بقى، رح ارجع اعمل التحليل. وقفي، ما بسمح لك تتغابي ابدا. غابيت لما صدقت وحده مثلك. شو رح تستفادي اذا خبرتي عزيز؟ لانه وقتها رح يعطوه الولد ابوه. احسن ما يتشرد، وبكل الاحوال انا بكون خلصته من الموضوع. عزيز ما عاد يصدقك بعد هلا، بس اذا بتتفقي معي بيرجع لك ابنك وبتحمليه على حضنك. والله جد؟ كيف؟ مثل ما بتعرفي انه ابي مسؤول كبير بهالبلد، وطبعا انا في عندي كتير معارف بدوائر الدوله. بحلا رح اعطيكي ابنك وتروحي. هي حاجتك بقى، بكفي كل العابك الوسخه رح اكشفها قدام الكل. بلا سخافه. بابا نزل كتاب جديد والليله هي التوقيع، بتحبي تجي؟ ما عندي وقت. خلص شيلك منا، يعني شو بدها تعمل بالاجتماع تبعنا؟ صحيح نحن منهتم شوي بأمور الناس الخاصة، بس قضيتنا أهم من أي شيء، وهذا الموضوع منتهي. ولا تنسي أبداً، مشان تقدري توصلي لهدفك ممكن تتفقي مع أعدائك. شو عم تقول؟ رح ترجع تعمل تحليل الدي إن إيه. لازم نخطف الولد بأي طريقة. لو انك خطفتي انت وهداك الغبي ما كنت اضطريت اني اتحمل كلام هاي الجدبة. لازم حط خطة جديدة اليوم تكون غير الشكل. نحن عم نفكر انه نكلفك بمهمات كبيرة، بس يا ترى مستعد تضحي كرمال اهدافنا ولا ما بتقدر؟ مستعد اعمل كل يلي بينطلب مني. مثلا انت ممكن تتخلى عن يلي بتحبهم؟ مستعد تتحمل هيك شيء؟ كل يلي بحبهم مشيوا معي بنفس الطريق وكنا جاهزين لأي تضحية. طيب حريتك وعيلتك وكل يلي بتحبهم ومتعلق فيهم ممكن تتخلى عنهم؟ سيدي أنا معكم لآخر نفس. حلو. انتهى اللقاء بنجاح. بهاي الحالة فينا نضغط على الزر. ايه منضغط، بس لازم تعرف بدنا الفعاليات تشارك فيها بنت صديقنا سفيان. هو مثل دور المظلوم، بس ما في شيء ممكن ياخد مطرح الظلم الحقيقي، يعني الأب الحزين مثلا. يعني نحن رح نلعب على هاي الناحية. وهلأ اسمعوا يا شباب، معقولة ما نقدر نوقف هالرجعيين؟ مع أنه صعبنا الأمور وحطينا دروس إضافية، لسه لهلأ عم اسمع أنه في طلاب عم يصلوا جوات الجامعة. أنت شو بدك مني؟ يلا انقلعي من هون، مو ناقصني مشاكل. الشي اللي بدي اياه منك مكتوب جوات هذا الظرف. انت لسه ما ذقتي الوجع يا إليف. اطلعي لتحت، اطلعي. شبه عزيز واقف، فيك تزدي حالك لتحت، فيك تنطي من هون. انت كيف بتتجرأ؟ انقلع يلا اطلع لبرا فوراً.